ورجعنا لكم مشاهدينا، وكل سنة وحضراتكم طيبين ومكملين معاكم في اليوم المفتوح ومع الفقرة الدينية مع فضيلة الشيخ يوسف علي إمام وخطيب بالأوقاف ومن علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، أهلا نورتنا وسهلا. النهاردة في اليوم المفتوح، وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا وسهلا، وكل سنة وطيبين يا رب. وحضرتك طيب وبخير يا رب. احنا يعني خلصنا خلاص العيد أهو، ومعاني لسه احنا هنكمل أجازة إن شاء الله لآخر الأسبوع إن شاء الله بإذن إن الله. إن شاء شاء الله. الله. فطبعا أزمة كورونا حرمتنا من التجمعات والخروجات وحاجات كتير، ولكن يعني احنا بنعمل دايما لنفسنا بدائل تانية عشان نحاول نفرح كده بيها ونحس بيوم العيد. فعايزة أتكلم عن الفرحة بالعيد مشروعة في الدين الإسلامي وكيف تكون. بداية، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل عام وأنتم بخير لنا وللأمة جميعا العربية والإسلامية جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا باليمن والخير والبركات، وأن يرفع البلاء والهم والغم عن الأمة جميعا إن شاء الله رب العالمين. اللهم آمين. بداية، العيد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه الفرح فيه، يعني أن نفرح بالعيد، وفرحنا مرتبط بعبادة، يعني ليس الفرح انحلال أو ما شابه ذلك، لكن مرتبط بعبادة وسنن سنها النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. وهي سنن ونسك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة جميعا من بعده. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا، ولكل أمة جعلنا منسكا، أي بالنسبة للأمور، بالنسبة للحج وما شابه ذلك. وفرحة العيد في حد ذاتها، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة فوجدهم يعني يفرحون أو يلعبون في يومين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدلكم الله خير منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. فمن السنة أن أنا أفرح بالعيد وأفرح بهدي، وأفرح كذلك إذا كان مثلا في عيد الفطر أفرح بصيامي وقبولي إن شاء الله تعالى عند الله سبحانه وتعالى، وأنني أتممت الشهر، لتكبروا الله على ما يعني هداكم ولعلكم تشكرون. وكذلك كيفية الفرح، الفرحة بتكون ازاي؟ يعني نعم، اعمل يعني أي ازاي، ايه الحاجات اللي ممكن اعملها علشان اكون فرحانة؟ طيب هقول لحضرتك حاجة. أول شيء الفرحة من بنفسي أنا بالنسبة للعبادة في حد ذاتي، إن أنا أتممت هذا الأمر، أو أن أنا أقدمت الهدي أو تمام. الشعيرة، أن أنا بستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا كذلك أدخل السرور. اتكلمت بالامس واول امس عن فضل يوم عرفة، وطيب انا اتكلمت بس عن فضل يوم عرفة، لكن وصيام وفضل صيام يوم عرفة، ولكن لما اتكلمتش عن اللي صام العشر او التسع ايام من ذي الحجة، يعني ثوابه عند الله هيكون ايه وفضله لا، واجره من الله سبحانه وتعالى؟ يعني الصيام التسعة هو صيامهم طبعا لهم اجر كبير عند الله سبحانه وتعالى، لكن ما فيش تنصيص بالنص بالنسبه للصيام، وان كان وردت احاديث عند الترمذي وغيره، لكن احاديث بعض العلماء قال ان فيها ضعف يعني. لكن أنا صمتها العمل يا فضيلة الصالح الشيخ. جميل، الحمد لله، فضل الله ونعمه، على راس الطاعات والعبادات الصيام، ما فيش حرج. سواء تصدقت بصدق، سواء صمت، سواء صليت، سواء قرأت القرآن، كل هذه طاعات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بهذه الأيام العشر في قدومها على المؤمنين والمسلمين عامة، قال: ما من أيام أحب إلى الله عز وجل من والشفا هذه العشر. والوتر وليال عشر، مش يقصد بيها العشر قيل ليال؟ هي العشر، عشر من ذي الحجة، تمام. وقيل غير ذلك، لكن بعض العلم قال إن هي العشر ذي الحجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول: ما من أيام أحب إلى الله من عمل فيهن من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة أو هذه العشر. والعشر على فكرة للتغليب، ليس المقصد أنهم عشر عشرة عشرة أيام، لا، هم تسعة بس بيسموه للتغليب عند العرب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أي خرج مجاهدا معه زاده وطعامه وشرابه وماله، لكنه قتل شهيدا لم يرجع بشيء، ولم يقصد ده الأعلى. المجاهد اللي هو المجاهد اللي رايح للحرب، ولكن المجاهدة في ممكن الجهاد في يكون الحرب. خرج للعلم، خرج لزيارة لا، هو الوالدين، خرج لطاعة الله سبحانه جميل، وتعالى. الجهاد هو في أكثر من مناحي، لكن هنا في الحديث بالنسبة للجهاد في سبيل الله، بدليل أنه خرج بنفسه ومن فلم يرجع من ذلك بشيء، الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. دليل أنه الرسول صلى الله عليه وسلم نقول إيه؟
إن هو ولا الجهاد في سبيل الله حينما يسأل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله. إذن أنا في عبادة، في عبادة وطاعة وصيام وصلاة وزكاة أو تصدق أو ما شابه ذلك من فنون الطاعات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى، كل هذه تؤدي إلى منزلة من جاهد في سبيل الله عز وجل، إلا اللي بيرتفع درجة الذي قتل في شهيد الله في سبيل الله فدرجته أعلى طبعا من هذا. طيب دول بالنسبة للعشرة في عمل الطاعات، الصيام زي ما أنت قلت حضرتك أورد في بعض الصيام مثلا في بعض الأحاديث زي ما قلت من صام يوما أو في هذه العشر يعني من صام يوما فكأنما يأخذ أجر سنة قام ليلها وصام نهارها، وأحاديث أخرى لكنها يعني ما وصلتش لدرجة الصحة، لكن احنا بنقول دائما الأحاديث الضعيفة يؤخذ بها في فضائل الأعمال طبعا. طيب فرحتي بالعيد، أنا دخل العيد وفرحتي بالعيد زي ما أنت بتقول حضرتك أفرح إزاي؟ الفرح بالعيد بأكثر من سبيل، ولو قلت لك أفضل شيء في هذه الأيام إدخال السرور على قلب المسلم، ما أنا حفرح وحخلي غيري يفرح، أفرح بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا العيد، وأفرح حينما أجد رجلا يفرح أو أنا أدخلت عليه السرور فأنا أفرح لفرحه. ويمكن الأضحية وذبح الأضحية من عوامل الفرح والسرور وإدخال البهجة على الفقراء والمساكين. جميل جميل. وأنا لما بعمل العمل دوا وأروح يعني بضحي وأروح أوزع اللحم على الفقراء والمساكين، فأكيد بيبقى فيه فرح أصلا من الداخل إن أنا أسعدت غيري. جميل إن أنا أدخلت عليه السرور بالطعام والشراب. يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم قال من اهتم لجوعة أخيه المسلم فأطعمه حتى شبع وسقاه حتى روي فكأنما خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أدي بمثابة واحد كأنه في الحج، في الحج أدى المناسك وطاف في بيت الله الحرام وسعى وذبح وهكذا، الذي ينفق المال أو أدخل السرور يعني واحد أنا شايفه لا يجد طعاما أو لا يجد قوتا فأنا أغنيته على ذلك الأمر فكأنما خرجت من ذنوبك يوم ولدت أمي، في حد ذات هذه فرحة أنا أدخل عليه الفروح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس أو أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فقيل له وأحب الأعمال إلى الله، قال وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، وفي لفظ آخر سرور تدخله على قلب مؤمن تطعمه من جوعته وتكسوه من يعني من العري أو ما شابه ذلك. فأنا أخذت الأجر وعلشان ما نخص فتوانا على محمل يعني غير صحيح، فصدقة تجوز على كل الفقراء سواء كانت أي الديانة بتاعتهم، بدليل عمر بن الخطاب لما تصدق على يهودي وكان قد كبر في السن، فهي الصدقة عموما تجوز على الجميع بدون اختصاص مسلمين أو مؤمنين فقط. الصدقة عامة إذا أنا كان أنا مثلا نويت بها لله سبحانه وتعالى فلا حرج، إنما بالنسبة للأضحية على اختلاف عند أهل العلم. الأضحية بعض أهل العلم قال لا تخرج إلا لفقراء المسلمين، وبعض أهل العلم قال لا يجوز أن أنا أعطي منها غير المسلمين للتأليف، وحتى لو هي لا تجوز إخراجها إلا لفقراء المسلمين فهي دائما بنقسمها بالثلث التقسيمة المعروفة، فتقسيمة الأهل والأقارب ما أنا ممكن أدي منها. طيب التقسيم في حد ذاته جميل جدا أن أنا أعطي الفقراء والمساكين، وإن كان التقسيم في حد ذاته اجتهد من العلماء ليس يعني سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال أنها مستحب، يعني أنا أثلث ثلث مثلا ثلث البيت وثلث الفقراء المساكين وثلث أهادي به مثلا الأصحاب والأحباب وما شابه ذلك، لكن كله اجتهاد، وكلما أخرجت كلما كان لي الفضل والأجر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها فسألها ماذا بقي منها، فقالت يا رسول الله لم يبق منها إلا الكتف، لأنها كانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب لحم الكتف، فأبقت ذلك الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم قال بل بقيت كلها إلا الكتف، يعني ما أبقيته لنا ليس كما أخرجناه، لكن ما أخرجته للفقراء والمساكين هو الذي يتبقى لنا، هو الذي يكون لنا في الآخرة. فأنا بدخل السرور على المسلم بالإنفاق أو بالمال أو باللحوم أو ما شابه ذلك،
كل ذلك من باب الخير. والعجيب ان سبحان الله ان الامرين دول بالنسبه النفع للمؤمن والطعام والشراب في حد ذاته لو لاحظت مرتبطين بالعيدين الاثنين، عيد الفطر وعيد الاضحى. يعني في عيد الفطر امرنا بان نخرج صدقه الفطر كما قال سيدنا عبد الله بن عمر وغيره، يقول يعني فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر صاعا من صيام وهكذا، بطلع الأصناف اللي محددة الخمسة. إذا مرتبط في طعام أنا بطلع أو إنفاق من الأموال. لما تيجي مثلا كذلك يوم العيد أو الفطر الأضحى، كذلك أنا أذبح الأضحية بتاعتي وكذلك بأخرج منها للفقراء والمساكين. يبقى في هنا في أطعام وهنا كذلك في إطعام. في طعام فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب هو برضو إسعاد الفقراء والمساكين. يعني في كلا العيدين سبب الزكاة هو إسعاد الفقراء والمساكين، يعني التقرب لله سبحانه وتعالى بيهم. بالضبط، جميل. أنا أدخل عليهم السرور هنا وأدخل عليهم السرور هنا، وأغنوهم عن السؤال لما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم بالنسبة للعيد. طيب بالنسبة للفرح، أنا ممكن أفرح بحاجة تانية يعني من باب المناسبة زي ما بتقول حضرتك مثلا. تخيلي أننا ممكن المدح مثلا أو بالغناء اللطيف الغير خادش للحياء أو لا يصف شيئا من المحرمات، يجوز لي أن أفعل ذلك الأمر. ولذلك عياض الأشعري رضي الله عنه وارضاه لما حضر عيدا في بعض المناطق فقال: ما لي أراكم لا تقلسون؟ فقيل: لما نفعل ذلك؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك. التقليص على فكرة، التقليص اللي هو الضرب بالدف أو الغناء المباح، فهو بيقول لهم: لما لا تفعلون ذلك؟ لما لا تقلسون كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يفعل في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم لإقراره على ذلك الأمر. فهنا دليل انه ممكن من باب المدح او من باب الفرح بالشيء او الغناء اللطيف لا حرج في ذلك. وبالمناسبه يعني الشيء الجميل يعني من باب لسه من يومين تقريبا بالامر الواقع، سبحان الله، كان بعض الجماعه يعني نحسبهم على خير قائمين يعني من باب المدح بادب وذوق وما شابه ذلك، فقال احدهم: والله لقد رأيت رؤيا، يعني بيتصل بهم: رأيت رؤيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم. نحسبهم صادقين في ذلك الأمر، دليل على هذا الأمر أنه موجود. وأكثر من ذلك السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه لما قالت: دخل علي أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وعندي جاريتين تغنيان، قال: وكان في يوم عيد أضحى أو فطر، يعني شك من الراوي. فقال أبا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الموقف مثلا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: تمام ماشي، أو هو خلاص أنت انتهي، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأصل أنه موجود يعني عند السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها وهي تفعل ذلك الأمر، دليل على إقراره على ذلك. الأمر يعني غير خادش للحياء، لا غناء أو مدح أو ما شابه ذلك في إطاره الشرع والضوابط وغير الانفلات. قال: يا أبا بكر دعهما، فإن لكل قوم عيد وهذا يوم عيدنا. إذا دليل أنه أقر على ذلك الأمر في هذا الأمر. والرواية الثانية بتاع سيدنا عبد الله سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لما الأحبش أرادوا أن يلعبوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يلقين بالحجارة، يعني من باب مش حجاره، حجاره الحدف يعني اللي هو بمشيهم من المكان يعني على خفيف كده بادب يعني. قال: اتفعلون ذلك؟ فاشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دعهم يا عمر لتعلم يهود ان في ديننا فسحه واني بعثت بالحنفيه السمحه. اذا دليل ان ممكن فيه سعاده وفيه ما شابه ذلك في 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 العيد ان نفرح وأن نغني الفقراء والمساكين أو الإطعام أو الغناء أو ما شابه ذلك في حدود الشرع وضوابط المعروف. تمام. أنا معي اتصال أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتك. وحضرتك طيبة وبخير يا فندم، اتفضلي. بس كنت حابة أسأل فضيلتك، اتفضلي، الحاجة اللي ممكن أشتريها من بيتي بعيد عن الجوز ما أعرفش عنها حاجة، أكل يعني، وحاجة زي كده.
من الأضحية يعني مثلا ولا؟ لا لا لا، في أي مناسبة ومجلس كمان في أي وقت يعني، حتى الأكل اللي تخص الدين بس هم يعرفوا عنها أي حاجة. طيب هو يعني في الأصل مصرح لك إن أنت مثلا تنفقي من هذا المال أو تعطي ما شئت، مصرح لك يعني هو عامل كده مثلا؟ آه بس أنا ممكن الحاجة دي تروح للناس المحتاجين، ودي حاجة زايدة عن بيتي. تمام تمام ماشي أم محمد، عندك أسئلة تانية؟ شكرا جزيلا على شكرا اتصالك يا لحضرتك فندم. ولحضرتك. هو حضرتك سألتها سؤال، هل مصرح ليها ولا مش مصرح ليها؟ طب ما هو بيديها المصروف وهي حرة تعمل فيه اللي هي عايزاه، ما في الآخر كله بيروح للبيت. هي بتشوف يعني، وفي قصة السيدة اللي راحت للرسول وقالت إن زوجها شحيح، فقال لها اصرفي من ماله خدي من غير هو ما يعرف يعني. اه السيدة هند رضي الله عنها وارضاها. فما هو اللي ما بيتصدقش دايما بيبقى شحيح، معلش هو ما بتصدقش، هي الست مش عايزة تدخل مع النار، هي عايزة لا تدخل مع مش الجنة. المقصد، هو المال مال والامر امره فداية. طب ما هي بتنفقه في وجه الله يعني، في جميل، اوجه لها الخير. الخير ان شاء الله تعالى وله الاجر كذلك هو، لكن ان كان هو يغضب من ذلك الامر يبقى لا لا هو لو لا شحيح يجوز، هيغضب من ذلك الامر يبقى طبعا، لا يجوز ولكن له. طب ما هي مش لازم تقول له خلص الموضوع، لا ما لا برضو ما هو مال الزوج مش مالها. لا، إن كان مالها هي في الأصل، إن كان مالها هي من أصل يعني على أساس إن هي موظفة مثلا ولها مال يخصها. ايوه معلش برضه يا شيخ يوسف، يعني نعم هي شايفه يمكن حد فقير جدا ومحتاج مثلا لفلوس ل50 جنيه. جميل، طيب ما ال50 جنيه دي اروح اجيب بهم شيبسي ومش عارف وايه، ولا اروح اديهم لحد اتصدق بهم عليه؟ طيب ما إحنا هنا بنقول نقول ايهما اولى؟ هي أي طبعا الفقير لما أعطيه ما لا حرج من ذلك، وكان سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله أخرج مال طعامه وشرابه للفقراء والمساكين ولا يوجد عنده شيء، لكن لا بد من إذنه إذا كان المال ماله. أن هو إن كان آذن لها يأذن لها، لو كان وجدت من الفقير أو مسكين وتعطي لا حرج، لا حرج من ذلك. أو إن سمع بذلك الأمر، والله أنا أديت لفقير كذا وكذا وكذا، معلقش أو قال خلاص جزاك الله خيرا مثلا ما فيش حرج، يبقى خلاص لا حرج. إنما إذا كان لا يأذن يبقى لا حرج. إنما إمتى هي تأخذ بغير إذنه؟ الحتة زي ما تقولي السيدة هند لما قالت إن هو إيه، سفيان كان رجل شحيح ما لا ينفق بيجيبلهاش أكل عليها ولا هي، لبس مش على ولا الفقراء المساكين، هي لا ينفق عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي وبنيك بالمعروف، ما يكفيك بالمعروف. إذا معناه خلى الرسول صلى الله عليه وسلم برضو كذلك نسبة معينة، مش أطلق الأمر. لو كان قال لها خذي وبنيك ما يكفيك وخلاص وأفتح الأمر، هتقول لا أنا ده محتاجة كذا ومحتاجة كذا وكذا وكذا وفوق ذلك كذلك. إنما بالمعروف أي ما تحتاجينه بحق، لكن أن تخرج للفقراء والمساكين بغير إذن وهو لا يرضى بذلك لا يجوز له. طب ما هو حق الزوج على زوجها ان هو يكفلها بالمسكن والملبس والمأكل والمشرب، طيب ما هو الحاجات دي احيانا مش بتبقى متوفرة. ده لها في البيت هي، طب ما ليها انا هي، بتكلم لا لكن في مش البيت، للفقير اللي ولكن بره. بالمعروف ما انا اشوف اللي انا محتاجاه ايه واجيبه. ما هو لا والله نحثه على ذلك وتقول له مثلا والله انا انفقت الفقراء ولك الاجر ان شاء الله تعالى، وان كان يرضى على ذلك ان شاء الله لها الاجر وله كذلك المثل في ذلك طيب الامر. هي لو ما استأذنتوش يعني ما خدتش الاذن، هل تقسم؟ أرجو يعني أرجو الله سبحانه وتعالى ألا يكون عليها إثما، لكن هي الوجب أن تسأل زوجها بداية، لأنه وضع المال بين يديها يعتبر ده أمانة بين اتصدقي. يديك. انا شخصيا بقول لك اتصدقي وما تقولوش، هو لو انت عارفه ان هو شح ما تقولوش. لا انا نسأل الله معايا سبحانه اتصال وتعالى. تاني من الشيخ، من استاذ حسين الشرقاوي، اتفضل يا استاذ حسين. الو ايوه اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضرتك يا فندم، اتفضل. ربنا يبارك فيك. الله الشيخ المحترم. الله يكرمك ويبارك فيك. هو عايزنا دعوة بس لمصر، ربنا يعدينا من المحنة دي على يا رب. اللهم آمين يا رب. اللهم مصر على من يعديها اللهم آمين يا رب. ويعدي العالم كله من المحنة والكرب اللي العالم كله فيها دي يا اللهم. رب. اللهم آمين يا رب. يقول يا رب يا رب تعدي مصر، يا رب تعدي المحنة دي على خير ويعدي من كل بلاد العالم والله يا رب. آمين يا اللهم رب. آمين آمين يا رب. يا رب. آمين يا رب. آمين. وانت وحالك طيب طيب وصحة وخير يا والسلامة يا رب، فندم. ان شاء الله اعود عليك بخير ان شاء ألف الله. شكر حضرتك على الاتصال وألف شكر على الدعوة الجميلة دي، وربنا يستجيب ان شاء الله. يا رب. آمين يا رب. آمين يا رب. نكمل حديثنا عن الأضحية بقى. احنا عارفين احنا في ايام عيد الأضحى ويجوز الذبح في ايام العيد. طيب دلوقتي انا ما ذبحتش، انا مش عارفة ان كان في فيديو في الكنترول، هل ينفع نذيع ولا ايه يا شباب؟ في فيديو في الكنترول عن هروب ذبيحة من الجزار، ف
فلو موجود يا ريت نطلع بيه. ماشي لحد ما يجهز. طبعا في يعني مناظر كتير جدا بنشوفها بتبقى مسيئة للإسلام نفسه، طريقة الذبح. يعني يمكن انا اتفرجت على فيديوهات كتير على السوشيال ميديا وشفت ان دايما الجزارين لما بيروحوا يذبحوا بيبقوا لابسين فعلا الجلابيه البيضاء الملطخه بالدماء وبالكف بتاع الايد وحاجات كده بتبقى مؤسفه يعني. فطبعا عايزين نتعرف على يعني سنن الذبح والشروط والطريقه بتبقى ازاي. طب نطلع الاول نشوف الفيديو ونرجع لكم تاني. وانا مش عارفه صراحه هو كان متضايق من ايه العجل ده، فيا يمكن يكون خايف. هو في مناظر كتير على فكره، يمكن انا ما رضيتش انزل حاجات تانية بتبقى مؤسفه في طريقه الذبح، ان هم الجزار رايح له ماسك الساطور ولا السكينه الكبيره وقدام العجل. فلما اجي اتعرف يعني كيفيه الذبح الشرعيه بتبقى ازاي والرسول وصلنا ازاي في طريقه الذبح عشان ما يحصلش الموقف ده تاني. طبعا فعلا بتبقى امور احيانا خارجه عن نطاق الاسلام او الدين، وان كان احيانا ممكن بعضهم يكون معذورا في ذلك زي الفدي اللي رايناه حاليا مثلا، لكن في الاصل في سنه النبي صلى الله عليه وسلم الهدي الذي يقدم او الاضحيه التي تقدم في الاصل لابد ان تقاد وهي مقلده او شعيره تقدم الله سبحانه وتعالى انها قربان، فلا يجوز اهانتها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد رجلا واضعا صفحته رجل قدمه على صفحه الأضحية ويمسك بالمدية أي السكين وهي تلحظ إليه بنظرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا أتريد أن تميتها موتتان؟ يعني شوف الشرع والدين، إن يبقى حتى في يعني في أقل الأشياء أن تبقى رحيما بها. وسيدنا عمر رضي الله عنه لما وجد رجلا، الكثير دائما نلاقي مثلا مسك البهيمة عزكم الله من أقدامها من أمام وهو يمشي بها ويجرها إلى الذبح. سيدنا عمر رضي الله عنه لما وجد رجلا يفعل ذلك الأمر قال: يا هذا قدها إلى الموت قودا رفيقا، أرفق بها. ده دليل أن الإسلام عندنا والدين والشرع أن نرفق دايما بالحيوان أيا كان. يعني لما تخيل لما امرأة تدخل النار في هرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هي طعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذا إن شيء قليل قد يؤدي إلى العقاب، وأنا أريد النفع أريد الحسنة أريد القربة إلى الله سبحانه وتعالى، لكني أن أفعل خلاف السنة. وأنا دائما أقول لما نلاقي سنة من السنن أناس تفعل ذلك خطأ، لا أقول أن السنة خطأ، ولكن أقول الخطأ في من يطبق السنة، الخطأ في من يطبق السنة. فأنا لازم أبين له أن الأمر ده نمشي بالأضحية سهلة اللينة إلى الذبح، وأن يذبح وأن يواري عنها السكين أو ما شابه ذلك. لا يجوز له أن تلحظ إليه، لا، يخبي الأمر ده السكين أو المدية، ثم إذا أضجعها يسمي ويكبر ثم بعد ذلك يذبح. لكن أن يفعل ذلك أن يقودها قبدا شديدا أو بعنف أو ما شابه ذلك ليس ذلك من الدين. مش لازم هي يعني مش لازم أعرفها أن أنا رايح أذبحها، ومش لازم السكينة تظهر. يا ريت نلتزم يعني بتعليم الرسول. وفي حاجه تانية كذلك، ان لا اذبح امام اخرى. يعني دايما عند الجزارين مثلا احيانا هيذبح الثاني لسه بتلحظ هو يذبح هذه والاخرى تنظر اليه. يعني كان في ضجه كده في وقت من الاوقات من الغرب على المصريين واللي كان بيحصل في المذابح المشهوره في مصر وطريقه الذبح، ان هي يعني عنف ضد الحيوانات وحاجات كده. وهم الغرب اللي احنا بنقول عليهم كافرين زي ما بيقول الشعب المصري، هم اللي بيعلمونا ديننا. يعني هي الفكره في كده، هم احنا مستنيين حد يجي يعلمنا ديننا. ما انت تلتزم بدينك. لا، الدين عندنا موجود والشروط دي والاسلام. بتبقى رساله بس للجزارين، لان بحس ما عندهمش وعي، ما عندهمش، مش مطلعين على الطرق الشرعيه للذبح بتبقى ازاي والطرق الصحيحه للذبح. فيا ريت كل جزار قبل ما يروح يذبح، طب ما تسال اقرب شيخ للمسجد بتاعك طريقه الذبح تبقى ازاي، وتبقى رحمتنا ورحمت يعني الذبيحه اللي معاك. بالظبط، وكذلك نفس
الشيء ان ما يعملش مثلا يبقى في الشارع في الطرقات العامه مثلا ويلوث الطرقات وما شابه ذلك، فتدي يعني تعطي منظرا ادي الاسلام او ما دام شابه ذلك، لا ان يكون في مكان مخصص للذبح للاسف مثلا. الشديد يمكن عيد الاضحى ده بالذات انا شفت اغلب الشوارع في اكتوبر اصبحت مأوى للخرفان ومأوى للمواشي عموما بسبب عيد الاضحيه، هي الحجه في عيد الاضحيه. طب عيد الاضحيه مش ما قلناش لازم ناذي جيراننا ولازم ناذي الساكنين في العماره او في الشارع؟ ما في اماكن مخصصه للتربيه واماكن مخصصه للذبح، مكان للذبح ومكان لنحوش الاضحيه، مكان الذبح وما شابه ذلك. ويمكن ده خليني ارجع اتكلم عن حق الجار. لما اجي اتكلم بقى عن حق الجار في العيد، ايه الحقوق اللي واجب عليا ان انا اعملها لدى جاري في العيد، من التهنئه بالعيد، من طريقه الذبح ان انا ما اذيهوش. ولكن انا معايا فاصل هطلع وارجع لكم تاني، انتظروني. ورجعنا لكم مشاهدينا ومكملين معاكم في اليوم المفتوح، وما زلنا في الفقره الدينيه مع فضيله الشيخ يوسف علي حسن امام وخطيب الاوقاف ومن علماء الازهر الشريف. كنت كلمت حضرتك عن حق الجار عليا في العيد ايه؟ طبعا مش بس في التهنئه، انا كمان عايزه اعرف حقه عليا في الذبيحه تبقى ازاي؟ بدايه بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء طبعا بالنسبة للتهنئة زي ما قلت حضرتك، تهنئة لأن دي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كان يهنئ بعضهم بعضا ويقول تقبل الله منا ومنكم. تاني شيء لا أؤذيه بذبيحتي مثلا أو بالدماء التي أفعلها أمام الشارع مثلا أو باب المنزل مثلا ما شابه ذلك، زي ما احنا كنا بنقول، فلا يجوز أن أنا أتخطى عليه في ذلك الأمر أو أسبب له الإزعاج أو ما شابه ذلك، لأنه الإزعاج في حد ذاته أنت لما تؤذيه لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ويعتبر هنا كده أنت مش عيد، أنت تنفر الناس منك وتنفر الناس من السنة أو من الأضحية أو ما شابه ذلك، فده مش عيد. هيكره يوم العيد، وغالبا إذا كان أنا جاره ولا هو جاري مثلا هيكره بقى لو كان أنا جايب أضحية، هيبقى بقى هيقول لك اليوم هيعدي مش عارف ايه، لا ان انا احاول قدر الامكان اخذ الذبيحه بتاعتي واذبحها مثلا في مكان معروف او المخصص للذبح حتى لا اؤذيه بذلك الامر. طيب في الذبيحه هل يجوز ان انا اوكل غيري في الذبيحه؟ مش لازم ابقى واقف عليها، ممكن اداها لجزار نعم. مكان ثاني ويجيب لي اللحمه بقى والحاجات بتاعتها. نعم يجوز ان انا اوكل غيري، بس من السنه ان اشاهد الذبح. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للسيده فاطمه رضي الله عنها وكانت ارادت ان تذبح فذبح لها النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان الحديث فيه ضعف لكن اخذ به العلماء في بالضبط، فقال قومي فاشهدي اضحيتك. اذا دليل انه من السنه ان انا ارى الذبيحه امامي وهي تذبح، فان الدم يقع عند الله بمكان قبل ان يقع على الارض. فدي كذلك من السنن، لكن التوكيل في حد ذاته حتى لو كان غير مسلم ما فيش حرج ان شاء الله باذن الله، يعني حتى لو كان غير مسلم ما فيش حرج. اتكلم عن الذبيحه والصدقه. ان انا في اليوم ده برضو كذلك بعد ما اذبح ان انا احاول قدر الامكان ان انا اعطي الفقراء والمساكين، وليس كذلك الفقراء والمساكين فحسب. بعض الناس بتفتكر ان الاضحيه ممكن لما انا اتصدق من الفقراء والمساكين بس، هو الفقراء والمساكين فقط، لا ممكن اخلي جزء منها اخصصها للاصحاب، خليها مثلا مثلا صديق ليا أو أخي حتى لو كان هو مضحي وأنا مضحي، يجوز أن أهاديه من أضحيتي وهو يهاديني كذلك من أضحيته، يعني جائز أن أنا أعطيه من الأضحية بتاعتي وهو يعطيه من الأضحية بتاعته، ما فيش حرج جائز. لا من الأحباب والأصحاب والقرائب مثلا ما فيش حرج، أهديه سواء من اللحم نيا مثلا هو يطبخ هذا الأمر مثلا، أو نجتمع عليه سويا مع بعضنا البعض، ما فيش حرج جائز كل ذلك إن شاء الله تعالى. طيب أنا ما تصدقتش أو ما ذبحتش سوري ما ضحتش بالذبيحة، أنا عايزة أتصدق بأشياء أخرى زي الملابس اللي أنا أوزعها على الفقراء مثلا والمساكين أو الأيتام. أنا شايفة أن في طفل يتيم أو فقراء محتاجين أكتر للملبس أكتر من احتياجهم للحمة، فأيهما أولى؟ ولكن حضرتك تجاوبنا على السؤال ده بعد الاتصال اللي معايا أستاذة أمانة. اتفضلي أستاذة أمانة، لسه موجودة؟ الاتصال لسه موجود؟
طيب يا ريت تعود الاتصال بينا مره تانية. انا عايزه اجيب لبس للاطفال الفقراء والمساكين الايتام، اجيب لهم لعب في العيد، احسسهم ان العيد فرحه زي ما بنقول، وادخل عليهم البهجه والسرور. الفلوس اللي معايا كانت تقدر تجيب لي ذبيحه وضحي، ولكن انا رايت ان الاولى ان انا اشتري الحاجه دي، فهنا الحكم ايه؟ طيب الاصل في الامر الاضحيه. الاصل في الامر ان كنت اقوى عليها او اقدر عليها ومعي من المال لشراء الاضحيه، وفي اللحظه دي ان انا اجيب الاضحيه الافضل، ودي السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان بعضهم وصل قال انها من الواجب، لكن الاصل على ما عليه الجمهور انه سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنه مؤكده. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين صلى الله عليه وسلم، وضحى بعدهم فقال هذا عني وعن أهل بيتي، وضحى بالثاني فقال هذا عن من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالأصل في الأضحية. خليني أسأل سؤال نعم. تاني، هل أنا قادر كل سنة أشتري أضحية كده؟ لازم أن أنا أجيب أضحية كل سنة، ولا بالحديث اللي حضرتك بتقول أن يكفيني مرة واحدة الأضحية؟ لا، الأضحية كل عام. كل عام الاضحيه كل عام، ما دام اقوى عليها كل عام يبقى واجب علينا ان نجيبها كل عام على او السنه، واجب على بعض من قال انها واجبه، لكن في الاصل نحن نقول سنه حتى لا نشدد على الناس، براي من قال بانها سنه مؤكده، لكن انا اقوى على شرائها لا يبقى وجب ان انا اجيبها، لان تعظيم لسنه النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم لهذا النسك كما قلنا ان حق سبحانه وتعالى قال ولكل امه يعني ايه نسكا هم ناسكوه. والآية الثانية طبعا ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهنا الآيتين والاثنين في سورة الحج، يعني عشان أبين أن فيه نسك معين وتعظيم لهذه الشعيرة لأنها شعيرة عبادة لله عز وجل، ولذلك في تعظيمها كما قال حق سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فإن ذلك فإنها من تقوى. إدخال السرور برضو كذلك على الأبناء، أنا أجيب لهم مثلا ما فيش حرج أجيب لهم الملابس والثياب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس وكان له ثوبان، ثوبان يعني ثوب للعيد أو للعيدين وثوب اليوم الجمعة، ده وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان حبرة يعني يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم مخططة كان يلبسها صلى الله عليه وسلم، وكان له ثوب يلقى به الوفود، إذا جائز. وأنا أدخل السرور سواء بالطعام أو بالشراب أو بالألعاب، يعني لما الاقي صغار مثلا بيلعبوا مثلا او لعب اجيبها له مثلا ما فيش حرج لما ادخل عليه السرور. ومن العجيب في هذه الامور النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الايام دخل على الحسن والحسين وهما يلعبان وهم يتصارعان، يوم في الشده يتصارعان بالصاد يعني للايه القوه، انما بالسين يتصارعان السرعه في الجري، لكن هو يتصارعان لعبا مش يعني خناق زي ما احنا بنقول او ما شابه ذلك او خلاف فيما بينهما، لكن من باب اللعب بالمرح. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهما، فحينما رأى ذلك جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يشجع، هما يقول صلى الله عليه وسلم إيهن يا حسن، إيهن يا حسن، يعني من باب التشجيع شد حيلك يعني شوية، إيهن يا حسن. السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها لاحظت ذلك الأمر، ولاحظت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا إيهن يا حسن، بشجع الحسن بس. السيدة فاطمة قالت يا رسول الله أراك تشجع الحسن ولا تقول إيهن يا حسين كما تقول إيهن يا حسن، قل إيه يا حسين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله يا عائشة ما قلت إيهن يا حسن إلا قال جبريل إيهن يا حسين. إذن يعني أنا جالس أشجع الحسن وجبريل عليه السلام يشجع الحسين، فدليل البهجة والسرور في هذه الأمر بالنسبة للأطفال لا حرج فيها ذلك إن شاء الله في هذه الأيام إن شاء الله تعالى. زي ما قلنا أن الهدف من الأضحية هي التقرب لله سبحانه وتعالى بإدخال السعادة على الفقراء والمساكين، والدليل قول الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كنت سعيدة جدا بالحوار مع حضرتك فضيلة الشيخ يوسف علي حسن امام وخطيب بالاوقاف ومن علماء الازهر الشريف، نورتني في فقرة اليوم المفتوح النهارده واشكرك جدا. واستنوني بعد الفاصل اجعلكم تاني.